لما تكون رايح شغلك. بابا ريم قال لي ان هو ندالك فكره عن حاله ريم او مشوار عادي. ما شاء الله عليها. قابلته ماما والنبي عشان خاطري ما تعمليش معاها زي ما عملتي مع اللي قبل كده، وفجاه يحصل حاجه عمرك ما هتنساها. المهزراتيه. ده انت داخله على سواد، ده انت داخله على سواد. شكلك بتخافي بالضلمه وانا هعلي لك النور. بس انا كنت انت اساسا دكتور. حضرتك ايه ده منظر دكتور؟ احنا بنحاول. واحده فين؟ 30 حلقه. ده نهار اسود، ده جاب الباب كله على الارض. جاي تصلح غلطتك. غلطتي معلش. هوبا البس. كل يوم فكره جديده. بتحاول بقى انت خلاص؟ انا ما كنت بمس والله. هات بقى زوج، تعالى بسرعه يلا. ايوه دلوقتي اللي عريني وعرك اهو. ولا يا مدام قدام الله هتموت. المهزراتيه. اتصلنا بمستر عشان يجي يدي درس خصوصي لريم في البيت. كلمت رانيا واتفقت معاه، وقابله عمرو لما جه اللي هو مفروض والد ريم. مفروض ان البيت ده في حاجه غريبه، في حاجات غريبه بتحصل ومريبه. ما تيجي نشوف يحصل فيها رجاله. يلا بينا. المهزراتيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا استاذ خالد. استاذ خالد اتفضل. زي ما طلبت. اهلا بيك. انا ماما ريما كلمتك عشان تيجي تديها درس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. تشرب ايه؟ ولا اي حاجه. لا لازم تشرب حاجه. عامل لك شاي؟ ماشي بقى شاي. اوكي دي اول يكون عندك. مستر خالد. اهلا وسهلا. اتفضل. نورنا يا مستر. نورك حبيبي. نورك. ايه الاخبار؟ كله زي الفل. كله تمام. بص يا مستر، انا عايزك تعتبر يعني البيت بيتك وريم زي بنت حضرتك بالظبط. الله يخليك في عينيا. يعني سمعتك سرقك ما شاء الله يعني، وعشان كده يعني كنا مصرين حضرتك تبقى موجود مع ريم. عايزين نعرف كده يعني هنعمل ايه او هنبدا ازاي. هو احنا ان شاء الله هيبقى مرتين في الاسبوع. مرتين كويس عشان معاك؟ مرتين كفاية عشان حتى المواد التانية ولا حاجة يعني يبقى في عندها وقت. ساعة كل مرة. ساعة. سؤالي بس، هي كمان الظهر ولا حاجة؟ لا 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 مش فارقة مش فارقة، احنا هنظبط الموضوع بعد الصبح يعني الظهر. لا لا بعد لا لا. الظهر. تريم بنت مطيعة لذيذة حركة بس جدا معاها، بس يعني نظرا للظروف الخاصة اللي عندها يعني كده، فهي دي الحاجة اللي ممكن يعني. لا ما تقلقش ان شاء الله، دي شغلتي ان شاء الله. ان شاء الله سهل باذن الله. باذن الله نبقى خميس وثلاث مناسب معاك. ماشي. ساعة؟ من 7 ل 8 مثلا. طيب ان شاء الله البنت هتستجيب مع حضرتك يا مستر يعني. يا مريم. بص بقى يا مستر خالد، لازم تدوق الكيكه دي، انا مشهوره بيها في العيله. لا تعب ده كله. لا خالص ولا تعب ولا اي حاجه. عملتوا ايه؟ انا اتفقت مع مستر مريم خلاص يعني. ان شاء الله مستر كام مره؟ كرتين ان شاء الله في الاسبوع. بس كده هنظبط الدنيا ان شاء الله. وعايزك تجيبوا لي مين بقى عشان ايه نقعدوا نتكلم مع بعض. طب استاذنا بقى عشان ايه شويه حاجات كده نظبطها مع بعض في بيتك يعني. ماشي ماشي استنى استنى ماشي الله يخليك. يلا عايز حاجه يا مريم؟ لا يلا انا بديها وارجع لحبيب بالشاي. كل الفكره خلاص. خدي يلا يا جماعه ده خوريم تعمل باي باي. نورك يا فندم. شكرا لزورك. شكرا على واجب. بابا ريم قال لي ان هو ندالك فكره عن حاله ريم. طيب انا هروح اجيبها دلوقتي عشان تتعرف عليها، وهي بنت جميله واموره وعسوله كده، وهتلاقيها ودوده معاك ما تقلقش من اي حاجه. طيب انا هروح اجيبها لك تتعرف عليها. Thank you.
نورك يا فندم، شكرا لذوقك. لا شكرا على واجب. بابا ريم قال لي ان هو ادالك فكره عن حاله ريم. طيب انا هروح اجيبها دلوقتي عشان تتعرف عليها، وهي بنت جميله واموره وعسوله كده، وهتلاقيها ودوده معاك، ما تقلقش من اي حاجه. طيب انا هروح اجيبها لك تتعرف عليها. يلا يا جماعه خلاص دخلوها على السفره بقى عشان يبتدي الدرس. اتفضل. انا هروح اجيب لحضرتك الكيك والشاي، محتاج حاجه تاني؟ ممكن بس كوبايه ميه بعد اذنك. حاضر. شكرا. ازاي؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ايه بقى؟ تحبي ايه اكتر؟ المواد عربي وحساب عربي. عربي؟ طيب انت عارفه ان احنا هنذاكر مع بعض عربي؟ لا انا جاي عشان اذاكر لك عربي. هتشوفيني مرتين كمان في الاسبوع. ماشي؟ دي صاحبتك؟ اسمها ايه؟ مش مسميها؟ طيب احنا هنبدا النهارده درس سهل خالص. هل؟ اتفضل يا مستر. تعال نفسك معايا. شكرا. ريم حبيبتي انا هروح عند انت مرفي جارتنا 10 دقايق وارجع لك. تمام؟ ما تتعبش المستر وخليكي شطوره معايا. ما تحتاج حاجه مني قبل ما اخرج؟ لا خالص. انا مش بعيده، انا في الباب اللي قصادكم على طول. 10 دقايق وهرجع. هسيب الهنا دي حبيبتي عشان تركزي مع المستر. معلش يا مستر، اصل دي لعبه اختها وهي متاثره بيها جدا من يوم ما اختها ماتت الله يرحمها. ركزي مع المستر ده، مش عايزه شكوى. اوكي، لو احتجت اي حاجه رن على الجرس اللي قدامك على طول. ماشي يا فندم، شكرا لزوجك. هاي يا مستر، اللعبه دي ما بحبش العب بيها، بس مامك لو سبتها هتزعل مني وهتزعقني. مالك؟ اختي الله يرحمها. انت الله يرحمها اختك، عند ربنا يعني في مكان احسن دلوقتي. حد يفتح التلفزيون بسرعه. انا مش عايز العب يا مرض، مش عايز العب. شفت يا مستر هي بس ازاي؟ مستر انا خايفه يا مستر، اوعي في التلفزيون. حد يحرك لي الكوبايه كده. لا لا لا، ايه لسه؟ طب خد بقى التيره اضرب. شفت يا مستر غلت ازاي؟ هي ما بتتأخر عند جاريكو؟ مش قوي. حد يحرك لي الكوباية كده؟ طب خد بقى التيرة اضرب. انا في اسعد لحظات حياتي.
مرة تتأخر؟ تتأخر كتير؟ مش يا مريم، يا مريم، يا مريم، يا مريم، يا مريم، هيرسل شحن يا مريم. يا ماما تتأخر مع ضحية جديدة وحلقة جديدة من المهزرة.